كيزوروا هاد الضريح للاستشفاء، خاصة فيما يتعلق بمجموعة من الطقوس، خاصة المسائل النفسية أو تأخر ديال سن الزواج. هاد المزهر كيعملو سيدي، كيعملو الزهر والحليب والند والشمع، كيدخلو السجن الداخل، كيكبو شوية ديال السمع، كيعملو الحليب والشمع هكا وكدا، كيعملو الزيارة ديالهم. كيجيو كيدوشو وكيحنيو هنا وكدا، وكيمشيو بالنية ديال راه مساكن كيسهل عليهم الله وديك الشيء، هادي النية ديالهم. بالنسبة للصومعة ديال البنات، هي أصل التسمية هي كانت عبارة عن مسجد اسمه مسجد البناتين، بالإضافة إلى حي كان متواجدا هنا النهار اسمه حي البناتين. بالنسبة للإشارة لها، توجد في إحدى الحوالات الأحباس الإشارة لهذا المسجد أنه كان إلى حدود سنة 1808 لا زال يزاول مهامه الى النهار. الوظيفه اللي كيؤدي هذه الصومعه هذه هي وظيفه اجتماعيه، على اعتبار ان واحد الفئه معينه من الناس اللي كتعاني، خاصه الاناث اللي كتعاني من تاخر ديال سن الزواج، كتلجا لهذه الصومعه في وقت محدد، حيث يغيب الرجل عن المدينه هو ما بين الاذان الاول والاذان الثاني ديال صلاه الجمعه. كان سابقا الرجل يغيب بشكل تام عن المدينة، وبالتالي المرأة كانت تجد هامش من الحرية لممارسة هذا الطقس. الناس راه كتجي من المغرب تزور في هاد صومعة البنات، كيجيو على أساس ديك النية ديال الزواج وديك الشيء، كيجيبوا والديهم كيزوروا، كينزلوا حوايجهم هنا، كيجيبوا الذبيحة هنا وديك الشيء، كيجيو من المغرب مجموع. كيجيو سيدي ميمون وكيجيو هنا ضروري، ما يجيو هادي كيجيو كيدوشو وكيحنيو هنا وكدا، وكيمشيو بالنيه ديال راه مساكن كيسهل عليهم الله وديك الشيء، هادي النيه ديالهم. كيجيو الزياره ديال سيدي ميمون من القديم، كنعرفو حنا هادي الزينين، كيجيو الناس برانيين من المغرب كامل، فهمتي، كيجيو كيديو الحليب، كيديو الحنة، كيديو الشمع، كيعملو الطقوس ديالهم، كيعملو كيزورو السيد، فهمتي، كيجيو كنا عاوتاني كيجيبو الهدية ديالهم، العلومة والذبيحة، فهمتي. السي معروف سيدي ميمون، معروف في المغرب كله، وكيزيلو المغرب كله. دابا أنا تقريبا هنا واحد العامين ولا ثلاث سنين هنا، تقريبا المغرب كامل كنشوفو كيجي هنا. وعاد ملي كتدخل الصيفيه كيجيو الناس برا اللي كيجيو ديك، كيجيو مخشعين في هذا ديالهم، ملي كيدخلوا يعني الطقوس ديالهم كيعوموا بالماء ديالو، كيسلوا كيديو معاهم المويه كيسلوا بها، فهمتي، كتكون عاود البركه ديال ومنهم كيعمل النيه ديالو افضل من العمل. كيجيو من المغرب مجموعه، كيجيو حتى الاجنبيين وديك الشيء، كيجيبوهم مغاربه حتى هما كيأطروهم بهاد الحوايج، كيجيو يزوروا بديك الشيء، كيجيبوا شماع، كينزلوا حوايجهم تما، كاين اللي كيجيب ماكله الحليب كدا هكا، المهم بحال اللي ماجين عند شي واحد بالروح ولا هيدا. كيدوروا ديك سبعه الدورات، ملي كيسالوا بالنهايه الغسيل وكدا، كيدوروا ديك سبعه الدورات، كيخرجوا ساكتين، وخا تبغي تزويها تهضر معاها ولا كدا ما تدويش معاك، بحال اللي عطرك لهذاك الزياره، بحال اللي غتمشي الزياره ما غتبقاش، كيخرجوا ساكتين، حنا كنبقاو نضحكوا معاهم وديك الشيء، ما خصهاش الضحك، إلا ضحكات ولا هضرات بحال اللي خسرت ديك العملية. كدا 40 سنة عندي هنايا، كنت كنعرف ديك البويبة تما، هذيك مع الشتا وديك الشيء، الغيس كيدخل عليها وهذي طمرة علات. بالنسبة للضريح ديال شمهاروش، في إطار الثقافة الشعبية المتوارثة، بالنسبة لشمهاروش هو أحد الكائنات اللي هي غيبية في ثقافتنا الشعبية، هو ملك من ملوك الجان، يوجد ضريحه في القصر الكبير وعرشه في طبقة اللي هي المكان اللي وقعت فيه الحادث الإرهابي الأخير ديال مقتل السائحتين.
المهم بالنسبة للضريح ديال شام هاروش فهو غالبا يعتبر كمحكمة ديال الإنس والجن، حيث أن مثلا الإنسان إذا أصابه مس من طرف جني أو نوع معين من هذا أنه مثلا كيتصب حالة نفسية معينة، إذا كان عن طريق الفقيه يلجأ إلى تلك المكان في وقت معين محمل ببعض الهدايا مثل الشمع والحناء وكل هذا. هذا المزهر كيعملوا سيدي، كيعملوا الزهر والحليب والند والشمع، كيدخلوا السجن الداخل كيكبوا شويه ديال الشمع، كيعملوا الحليب والشمعات هكا وكذا، كيعملوا الزياره ديالهم، كيخلوا داك الشيء تما في السجن، كاين كيكبوا الحليب كيكبوا فهمتي، حيت في العائشه وفي الاميره وفي سيدي ميمون، كيزورون داخل كيولوا عاوتاني يخرجوا من برا حدا الصحن، تما كاين سيدي ميمون كيزورو حتى هو. الشكل ديال هاد الصومعه انه حاليا هي تشكل جزء من ذاكره المدينه، كتعرض للاهمال، وبالتالي هاد المعلم هادي هي مرشحه للزوال كغيرها من المعالم ديال المدينه ديال القصر الكبير، لذلك من هذا المنبر كنطالبوا بتسجيلها التراث وطني كما وعد السيد وزير الثقافه، انه كنتمنوا انه يلبي الوعد ديالو انه يسجل المدينه كتراث وطني، لاعتبار ان جل المدن تم تسجيل بعض المعالم ضمن التراث الوطني، وتبقى القصر الكبير غنيه بالتراث المادي واللامادي، وللاسف ان ما كانش موجود حتى معلمه من بين معالمه انه مسجل تراث وطني. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتف الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.